في حاجات كده بتحتاج ان احنا نفهمها واحده واحده. الدستوريه، المحكمه الدستوريه قالت ايه؟ قالت حظر توقيع الحبس في جريمه قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري. عايز الحق ولا ابن عمه؟ انا مش فاهم، يعني انا محتاج طبعا افهم. طيب، بعض من الحقوقيين والحقوقيين والمتخصصين في القانون الدستوري قالوا ايه؟ قالوا يا جماعه دي خطوه ايجابيه في هذا الملف الحقوقي. انا اصلا مش فاهم الموضوع، يعني اجيبه كده اجيبه كده، قعدت احاول برضو افهم ما عرفتش. فانا قلت الحل ايه؟ الحل ان انا اروح لاحد كبار اساتذه القانون الدستوري، ويا سلام سلم لما يبقى حد انا بحبه جدا جدا جدا، لانه بيفهمني بطريقه مبسطه جدا جدا. ناهينا عن ان هو الشخص لازم تحبه، يعني دكتور طارق خضر استاذ القانون الدستوري باكاديميه الشرطه. اهلا 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 وسهلا بك. وحشنا قد الدنيا يا دكتور طارق، عامل ايه يا فندم؟ الله يخليك يا دكتور يوسف. الله ربنا يخلي حضرتك يا فندم. الحمد لله. الله يحفظ حضرتك. الله يحفظك. انا عايز افهم الحته دي، اشرحها لي انا واخواننا المواطنين بطريقتك السلسه المعتاده. حاضر يا استاذ يوسف. الله يخليك. انت عارف زي ما حضرتك تعلم ان عندنا المحكمه الدستوريه العليا دي بالقانون 48 لسنه 1979. حلو. وظيفتها ايه؟ من ضمن وظائفها انها بتنظر في منازعات متعلقة بعدم دستورية نصوص قانونية أو نصوص لائحية في تعارضها مع الدستور. جميل. لأن زي ما سيادتك تعلم أن الدستور مسمينه القانون الأعلى أو القانون الأسمى. يبقى كل القوانين وكل اللوائح لابد أن تحترم كل أحكام الدستور. طبعا. الدستورية العليا بيصل إليها الطعم من خلال ثلاث طرق، يا إما الإحالة يا إما الدفع يا إما التصدي. وصل للمحكمة الدستورية العليا وأصدرت حكما تاريخيا يوم السبت الماضي يوم 6/7/2024. بإيه يا أستاذ يوسف؟ قالت إن في دعوة وصلت لها طعما، يعني الدعوة دي طعنت على عدم دستورية، يعني عدم دستورية ايه؟ يعني عدم اتفاق نص المادتين 303 و307 من قانون العقوبات مع الدستور. وقالت المحكمة الدستورية انها فحصت المادة 303 و307، دول بيتكلموا على ان فيما يتعلق بالنشر سواء بعلانية أو من خلال البث أو النشر العادي من الموظف الصحفي ضد الموظف العام، لا عقوبات سالبة للحرية عليه. حلو. كويس. تمام كده. جميل. جه الدستور في 2014 تبين إن نص المادتين اللي أنا قلت لسيادتك عليهم يتفقان مع نص الدستور في المادة 71. لأن المادة 70 و71 و72 يا أستاذ يوسف تحدثوا عن الصحافة وما إلى ذلك. فالمادة 71 اللي هم المدعين قالوا إن نصوص قانون العقوبات تخالف المادة 71 من الدستور، المحكمة الدستورية العليا قالت لا تخالفها ولا شيء، دي بتتفق معاها. ازاي بتتفق معاها؟ لان المادة 71 قالت ان الصحفي لا يعاقب او الاعلامي لا يعاقب بعقوبات سالبة للحرية فيما يتعلق بامور النشر علنية أو بالبس، دي لا يتم توقيع عقوبات سالبة للحرية عليه إلا إذا ارتكب ثلاث حاجات. وقالت إن العقوبات السالبة للحرية برضو دي يا أستاذ يوسف مهم، لا يتم توقيعها عليه إذا نشر ببس أو بطريقة واضحة فيما يتعلق بمن له وظيفة نيابية أو من له خدمة عامة
أو أحد الموظفين العموميين. لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية عليه إلا إذا إيه؟ كان الهدف من النشر التفرقة أو التمييز بين المواطنين، أو إذا ثبت أو النشر كان بسوء نية أو بقصد التحريض على الاستخدام القوة أو العنف. حلو. يبقى إذن المادتين 303 و307 اللتين طعنا على دستوريتهما يتفقان مع نص المادة 71 من دستور 2014. طيب، ونص المادة كمان 71 حضرتك يا أستاذ يوسف قال إيه؟ قال وفي قانون حينظم الكلام ده فيما يتعلق بالتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وصدر هذا القانون رقم 180 لسنة 2018. وقال إيه في نص القانون برضو عشان أأكد لسيادتك إن النص الدستوري تم احترامه من قانون العقوبات وتم احترامه أيضا من قانون الإعلام؟ في إيه؟ قال إن النص المادة 32 جاء فيها إن الصحفي أو الإعلامي لا يعاقب جنائيا في الطعن في أعمال موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة أو وظيفة نيابية بطريق النشر أو البث إلا إذا ثبت. وهنا شيء طيب، يعني مش هعاقبك بطريق النشر أو البث، بس لو حصل ما يلي هعاقب والقانون يطبق، إلا إذا ثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية، يعني كان في نية مبيتة إنه ينشر الكلام ده بسوء نية أو مش صحيح، يعني لا أساس له من الصحة. فإن كان افتراء أو زورا أو بهتانا. أحسنت، افتراء أو زورا أو بهتانا، أو كان لا علاقة له بالوظيفة النيابية إذا كان نائب، أو بالخدمة العامة إذا كان الأمر متعلق بخدمة عامة، أو شيء متعلق بموظف عام غير متعلق بيهم. يبقى في هذه الحالة يتم تطبيق قانون العقوبات في هذه الأمور بعيدا. طيب، عن جرائم النشر. أخيرا يا دكتور، مش هطول على حضرتك. لا، حضرتك ذكرت أنه صحفي أو إعلامي، ماذا لو كان مواطنا غير صحفي وغير إعلامي وكتب كده على الفيسبوك تويتر مش عارف إيه كلام من ده؟ لا، لو كان غير صحيح اللي كتبه على الفيسبوك يبقى بيخالف. يعني هنا في حالة عدم ثبوت الصحة. أيوة، عدم. طيب، ده بالنسبة يا أستاذ يوسف للصحفي والإعلامي فقط، عشان ممارسة المهنة بتحديد المهنة. عظيم جدا. الله. الحاجة تانية بقى اللي هي انه ده مش معناه انه مفيش عقوبة، هو مفيش عقوبة سالبة الحرية يعني مفيش حبس، وده كويس، لكن قد يكون هناك التعويض او التغريم. لكن ده امتى التعويض او التغريم؟ اذا كان بقى بسوء نية او كان عديم الصحة او كان غير متعلق لموظف عام بوظيفته او بالوظيفة النيابية، ده موضوع خارج عن وظيفته النيابية الذي اثاره، او خارج عن كونه موظفا عاما، او خارجا عن كونه مقدما بخدمة. عايل جدا، اشكرك جدا 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 يا دكتور، كل الشكر للدكتور طارق خضر استاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة.